السلام عليكم طلبة المرحلة الأولى، نلتقيكم بالمحاضرة الثانية لمادة الميكانيك الهندسي المكملة للمحاضرة السابقة والخاصة بالبيسك كونسبت. احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة حكينا عن البيسك كونسبت، قلنا تمثل ثلاثة أشياء أساسية اللي هي الفورسز والمومنتس والكابلز، وتطرقنا بالمحاضرة الأولى إلى الفورس وعرفنا ما هي خصائص الفورس، وبعدين تحولنا إلى الكومبوزيشن والريسوليوشن، وتعلمنا بالمحاضرة الأولى كيفية تحليل القوة إلى مركباتها، سواء كانت نوع التحليل إلى تحليل متعامد أو إلى تحليل غير متعامد. اليوم نكمل الفصل الأول من خلال إكمالنا لمادة الجزء المتبقي من هذا الفصل اللي هو المومنت اوف فورس اند كابلز. نبدا بالفقره 1.5 المكمله قلنا المحاضره السابقه اللي هي مومنت اوف فورس كتعريف. The moment of force which with respect to a line perpendicular to a plane containing the force is the product of the force on the perpendicular distance from the force to the line or moment axis. أي المقصود به تعريف المومنت هو عبارة عن القوة في البعد العمودي من القوة إلى محور العزم. والمومنت, the moment of a force is a measure of its tendency to turn or rotate a body about the moment axis. إذا أردنا نعرف عزم القوة والمقياس للميول لتدوير الجسم، الميول تدوير الجسم حول محور عزم. إذا أردنا يعني نفتهم المستويات من خلال هذا البوكس، خلينا نأخذ هذا البوكس اللي هو عبارة عن ثلاثة سطوح متعامدة، كل سطحين متقابلة متوازية تمثل نفس المستوي. فهذا المستوي العلوي لهذا البوكس اللي احداثياته قلنا x y z، السطح العلوي بي يمثل المستوي x z، اما هذا المستوي يمثل المستوي y z، والمستوي اللي بهالمكان يمثل المستوي x y. فاي قوه، احنا تطرقنا ذاك الفصل قلنا اي قوه تعمل في مستوي ممكن تحليلها الى مركبتين. فلو على سبيل الفرض أخذنا هاي القوة اللي موجودة اللي هي F الموجودة في المستوي X Z، والمطلوب من عندنا أن نحسب المومنت اللي سبب هاي القوة نسبة إلى أي لاين عمودي على هذا المستوي. طبعا أي لاين عمودي على المستوي X Z راح يكون باتجاه الواي، باتجاه الواي. فلو افترضنا المحور هو AB اللي هو محور باتجاه الواي، إذا أردنا نحسب المومنت حول هذا المحور لهاي القوة F، يفترض عندنا القوة وعندنا البعد العمودي. فالبعد العمودي هو المسافة من F إلى المحور اللي هو AB اللي حاليا مرة بنقطة A اللي هو D. فإذا أردنا نحسب قيمة المومنت راح يكون إحنا نحتاج بالمومنت باعتبار هو free vector نحتاج شيئين. إحنا قلنا بالقوة لأنها localized vector نحتاج ثلاث أشياء اللي هي مقدار واتجاه ونقطة تأثير، بينما بالمومنت اللي هو عبارة عن free vector نحتاج شيئين، نحتاج المقدار ونحتاج الاتجاه. المقدار هو عبارة عن القوة اللي هي F في البعد العمودي اللي هو D، F في D. فإذا F في D يعطينا الماجنتيود مال المومنت. زين شلون تدور هاي القوة حول هذا العزم؟ شلون نحدد الاتجاه؟ الروتيشن، شلون نحدد الروتيشن؟ علينا ان ناخذ المسار الاقرب للتدوير، يعني نتحرك بهذا الاتجاه لو نتحرك بالاتجاه الاخر ايهما اقرب بالمسار، يعني نتحرك باتجاه عقرب الساعه لو باتجاه معاكس لعقرب الساعه. طبعا الاقرب للدوران هو باتجاه عقرب الساعه، مما لو افترينا بهذا الاتجاه راح يكون المسار اكبر، فاذا الدوران راح يكون باتجاه عقرب الساعه. فاذا صار عندنا مقدار وصار عندنا اتجاه. اذا F في D هذا هو is the magnitude of the moment، هو عبارة عن مقدار العزم اللي سبب القوة F حول اللاين AB. طبعا هذا حول اللي هنا free vector، ممكن نقول حول اللاين AB، ممكن نقول حول هذا اللاين اللي هنا أو أي محور
عمودي على المستوي اكزت بهذا، يعني باي مكان بهذا المستوي راح تعطينا نفس القيمه مال المهم. فاذا نوت FD is also the moment of the force F. طبعا احنا عادة لما المومنت القوة ومحور العزم بنفس المستوي بنفس المستوي، اذا ممكن نبسط العملية ونقول مومنت with respect to point، شرط ان تكون هاي النقطة واقعة على هذا المحور. فاذا واقع على هذا المحور، يعني اذا النقطة بنفس المستوي، النقطة بنفس المستوي والقوة بنفس المستوي، ممكن القول حساب المومنت مو with respect to line AB، ممكن القول المومنت with respect to point A. فإذا عادة لكون المسائل بالبلين ممكن نقول مومنت with respect to point A، مومنت with respect to point B وهكذا. فإذا إذا نقول مثل ما قلنا بالملاحظة FD is also the moment of the force about point A in the plane exit، يعني نسميه MA، سميه MA. إذا حتى نحسب to determine the moment of the force F اللي شفناه قبل شوية in the above figure with respect to point A نسميه MA، والM A هو عبارة عن القوة F في D. قلنا طبعا المومنت يحتاج لشيئين، والدوران حسب ما شفنا بالرسم الدوران راح يكون دوران rotation باتجاه أقرب الساعة. فالF هي is the force والD is the perpendicular distance from the point A to the force F. ممكن القول باعتبار انه هاي القوة F الموجودة في المائلة الموجودة في المستوي exit ممكن ان تحلل الى مركبتين، مركبة باتجاه X ومركبة باتجاه Z. فاذا ممكن القول عزم القوة يساوي مجموع عزوم مركباتها. فاذا اردنا ناخذ مجموع العزوم اللي يسببها مركباتها، FZ لا تسبب مومنت with respect to point A لانها تتقاطع، يعني ماكو بعد D، فكل قوة تتقاطع مع النقطة لا تسبب عزم، بينما الـ FX تسبب مومنت with respect to A. وشون الدور؟ دور أيضا باتجاه أقرب الساعة، يعني الدوران مو بهالاتجاه، راح يكون المسار أطول، فراح يكون الدوران بهذا الاتجاه حول النقطة A. فإذا هي قوة باتجاه X لازم يكون البعد اللي بيناتهم بين القوة والنقطة باتجاه Z، لأنه إحنا نتعامل مع مسألة بالمستوي XZ. فإذا القوة باتجاه X يجب أن يكون البعد بالاتجاه Z، والبعد بالاتجاه Z هو D1. فإذا FX في D1 هو نفسه راح يمثل لنا المومنت MA، أي بمعنى آخر هذا MA اللي أخذناه القوة في البعد العمودي هو عزم القوة يساوي مجموع عزوم مركباتها، مركبات هاي القوة اثنين اللي هي FX و FZ. FX تسبب مومنت لأنها لا تتقاطع، بينما FZ لا تسبب مومنت لأنها تتقاطع. إذا the moment of the force acts either ممكن يكون clockwise باتجاه أقرب الساعة أو counter clockwise عكس أقرب الساعة about moment axis، بما حد نحكينا about point A أو أي نقطة في المستوي. The moment of the force is frequently represented as a vector along the moment axis، وممكن نمثل المومنت مو بالروتيشن فقط، ممكن نمثله بالاعتماد على قاعدة اليد اليمنى right hand rule، بحيث يشير الإبهام إلى اتجاه الفكتر، يعني ممكن نمثله بهذا الشكل. therefore ومثل ما قلنا قبل شوية therefore each force intersect or parallel the moment axis has no moment about the axis. فإذن إذا احنا نتعامل بصورة عامة، أي قوة تتقاطع مع المحور أو مع النقطة لا تسبب عزم، وأي قوة توازي المحور لا تسبب عزم. حتى نفتهم هاي القاعدة راح ناخذ to illustrate للتوضيح that the force parallel to an axis has no moment with respect to the axis consider the shaft and pulley. خلي نفتهم من خلال هذا البولي وهذا الشفت شنو مبدأ، شنو معنى القوة الموازية لا تسبب عزم. والقوة احنا قبل شوية عرفنا قلنا القوة اللي تؤدي الى to turn or rotate، اللي تؤدي الى التدوير، اللي تحاول او تؤدي الى التدوير، هذا هي القوة في البعد حيمثل لنا عزم. فاذا اخذنا على سبيل الفرض T1 تؤدي الى تدوير البولي داخل هذا الشفت، فإذا هاي تسبب عزم. وهكذا بالنسبة إلى T2 تؤدي إلى تدوير البولي
نسبة إلى الشفت، إذن هاي القوة تسبب عزم. شنو الذراع؟ الذراع هو نصف قطر البولي بالحالتين. بينما القوة R لا تؤدي إلى التدوير، تدفع البولي داخل الشفت، إذن لا تؤدي إلى التدوير، إذن هاي القوة الموازية لا تسبب عزم. بينما القوة المتعامدة غير المتقاطعة مع المحور تسبب عزم. هذا هو مبدأ الشفت آند بولي. حتى نفهم انه يعني شلون نمثل المومنت، تمثيل المومنت ممكن يكون قوه في بعد عمودي. اذا the force F about line AB can be represented by the following. اذا افترضنا انه هذا المستوى اللي عندنا هو عباره عن XZ وهذا المحور AB يمثل الاتجاه Y، فالقوه الموجوده في المستوي اذا اردنا نحسب المومنت سواء لللاين او لنقطه A راح يكون هو عباره عن FD، هو هذا الماجنتيود مال المومنت، وممكن نمثله بهالشكل بالروتيشن دوران باتجاه، باعتبار انه هاي القوه حاليا تدور باتجاه معاكس لعقرب الساعه. ما معقول ان نجي باتجاه عقرب الساعه يكون المسار اطول، فاذا الدوران راح يكون باتجاه معاكس لعقرب الساعه، فممكن نمثله بهذا الشكل، ممكن نمثله بالروتيشن اللي هو التدوير باتجاه معاكس لعقرب الساعه حسب دوران القوه، والمقدار يحسب من ام اي يساوي اف دي وبهالشكل. وممكن نمثله باسلوب الفكتور بالاعتماد على قاعده اليد اليمنى. حاليا الدوران المعاكس لعقرب الساعه يعطينا فكتور باتجاه الاعلى ونسميه ام اي وقيمته مثل ما ذكرناه قبل شوي. اكو شيء بالمومنت يسموه برنسبل اوف مومنتس اوف فورس، مبدا العزوم، مبدا عزوم القوى. مبدا عزوم القوى يعتمد على خلاصه: The principle of moment states that the moment of the resultant of the force system with respect to any axis is equal to the algebraic sum of the moments of the force of the system with respect to the same axis. خلاصة هذا الكلام: عزم المحصلة يساوي مجموع عزوم مركباته. فإذا أخذنا المحصلة R وذول المركبات اللي هي P و Q وعندنا نقطة O بهذا المكان، ومتوفر الأبعاد العمودية من النقطة إلى المركبات والقوة الأصلية المحصلة، فنقدر نقول عزم المحصلة اللي هو القوة في البعد اللي هو R، القوة R capital في R small يساوي مجموع عزم مركبات اللي هي Q capital في Q small زائدا P capital في P small. فإذا بالنتيجة الخلاصة M of R هو عزم المحصلة about O نسبة إلى النقطة O يساوي سيجما ام اوف اف حاصل الجمع الجبري للمركبات حول النقطة O. خلاصتها هذا هو R، والR small هو البعد العمودي من النقطة O إلى R capital، يساوي Q اللي هي المركبة Q في Q small اللي هو البعد العمودي من O إلى Q زائدا P في P small، P small هو البعد العمودي من O إلى القوة P. اي وهذا ما شفناه قبل شويه من رجعنا حللنا القوه اف الى اف اكس واف زد، قلنا اف زد لا تسبب مومنت لانها تتقاطع، فاذا العزم حول النقطه اي اللي هو اف دي نفسه يساوي اف اكس في دي 1. حتى نفهم هذا المومنت راح ناخذ تطبيقات اللي هي عباره عن مسائل موجوده بالكتاب المنهجي بروبلمز بيج 25. ناخذ اول سؤال من ذول المسائل، سؤال 25. المنطوق مال السؤال يقول determine the moment of the force system with respect to point A لهذا الشكل، with respect to point A نقطة A نقطة بهذا المكان، وهذا هو فريم هيكل متكون من two members مربوط. شنو المسلط عليه؟ مسلط عليه هاي القوة 400. احنا قلنا هاي المسألة اللي امامنا تمثل مسألة بالمستوي XY، يعني هاي القوة باتجاه Y والمطلوب المومنت with respect to point A. قلنا إذا المسألة بمستوي، إذا القوة باتجاه X يجب أن يكون البعد بالاتجاه Y، إذا احنا نحكي بالمستوي XY. أما إذا القوة باتجاه Y يجب أن يكون البعد بالاتجاه X ما بين القوة والنقطة المطلوب إيجاد المومنت حوله، والنقطة المطلوب إيجاد المومنت حوله. فالمتوفر لهذا الشكل يعني بالمسألة المعطى هو طول الذراع 50، هذا الذراع المائل، وهاي الابعاد ما معلومه، اما هذا الأربعين هو جزء من الحل. احنا اذا كملنا هذا المثلث وكانه صار عندنا مثلث
الوتر معلوم، واحد الأضلاع معلوم، إذا نقدر نوصل إلى الضلع الثاني من خلال تطبيقنا لنظرية فيثاغورس، نقدر نعرف إنه هذا البعد هو 40، هذا غير معطى بالسؤال، إحنا استنتجناه بالحل. هسه إذا نريد نحسب المومنت، تعريف المومنت هو القوة اف دي، بس يا دي ما دام القوة باتجاه واي يجب أن يكون البعد بالاتجاه اكس من القوة إلى إلى النقطة، إلى هذا إلى هاي النقطة اللي هو محورها هذا، إذا إلى النقطة. فالبعد راح يكون 40. فإذا لذلك هنا دائما في كل مسائل المومنت، خصوصا لما يصير عندنا حاصل جمع جبري للعزوم، يجب أن نضع قاعدة شلون نشتغل. فإحنا راح نعتبر كل شيء يدور باتجاه عقرب الساعة موجب، وعكسه راح يعتبر سالب. فحاليا هاي القوة شلون يدور حول النقطة أي؟ أقرب مسار هو الدوران باتجاه عقرب الساعة، ما معقول نرجع بهذا الشكل، راح يكون المسار أطول، فالأقرب للدوران هو باتجاه عقرب الساعة، لذلك راح تكون القوة 400 في 40 راح تعطينا 16000 نيوتن سنتيمتر، والدوران باتجاه عقرب الساعة. إذا رحنا للمسألة الثانية أيضا المطلوب، شو السبب هاي القوة 1000 نيوتن من مومنت حول النقطة أي؟ من مومنت حول النقطة أي؟ طبعا ما عندنا البعد العمودي، لما ما عندنا البعد العمودي نضطر أن نحلل القوة إلى مركبات. إذا ما عندنا البعد العمودي حاليا عندنا هذا البعد اللي هو باتجاه واي، وعندنا هذا البعد اللي هو باتجاه اكس، وما عندنا البعد العمودي من القوة إلى النقطة، فش نسوي؟ نضطر نحلل القوة إلى مركبات. هاي القوة 1000 نيوتن المفروض تعلمنا من الفصل من المحاضرة السابقة، قوة مائلة بالربع الأول تحلل إلى اكس الموجب وواي الموجب. X الموجب اف اكس مالته هي عباره عن الالف في 4 على 5 راح تعطينا 800 نيوتن اذا حللنا هنا على هاي النقطه، واف واي تعطينا 100 في 3 على 5 600 نيوتن، فراح تكون المركبات بهذا الشكل هنا اكس وبالاتجاه واي. هسه اذا اردنا المومنت اللي يسبب المركبات، يعني احنا قلنا قبل شويه عزم المحصله يساوي مجموع عزم مركباتها، فاذا حسبنا عزم مركباتها هو نفس عزم القوه، فاذا سيجما ام حول النقطه اي حاصل الجمع الجبري للعزوم حول النقطة أي، إذا أخذنا الدوران مع عقرب الساعة هو الموجب، راح يصير هاي القوة شو راح تدور هي بالاتجاه؟ راح تدور بهالشكل، إذا هذا هو المسار الأقرب، فإذا 800 راح يكون، ما دام هي قوة باتجاه اكس يجب أن يكون البعد بالاتجاه واي من القوة إلى النقطة، باعتبار هاي النقطة ضمن هذا الخط، فإذا ما دام هي قوة بالاتجاه اكس يجب أن يكون البعد بالاتجاه واي، فإذا 800 في 2. بينما لو جينا الى المركبه الاخرى اللي هي باتجاه الواي الموجب، راح يكون دورانها بهالشكل، دوران معاكس لعقرب الساعه، لان بهالشكل راح يكون المسار طويل، فاذا بهالشكل الدوران راح يكون معاكس لعقرب الساعه، لذلك اعطينا له اشاره سالبه لانه عكس الفرضيه مالتنا. ما دام هي قوه باتجاه واي يجب ان يكون البعد باتجاه اكس، منا لهنا البعد راح يكون هو عباره عن 6، فاذا ماينس 100 في 6 راح يعطينا ماينس 2000. الاشاره السالبه تعني انه النتيجة عكس الفرضية، عكس هاي الفرضية، يعني الدوران مو باتجاه عقرب الساعة. نلغي الإشارة ونعكس الاتجاه. إذا لغينا الإشارة، خلينا الاتجاه معاكس لعقرب الساعة. هذا فيما يخص المسألة الثانية. فيما يخص المسألة الثالثة، أيضا المطلوب انه هاي القوة 100 نيوتن. نريد نعرف ايش قد قيمة المومنت اللي يسبب ال 100 نيوتن نسبة إلى نقطة أي. طبعا القوة 100 نيوتن هي التانجنت، مماس إلى الدائرة باي النقطة، مماس. فطبعا ما عندنا البعد العمودي من القوة إلى النقطة أي، نضطر ما دام ما عندنا بعد عمودي نضطر أن نحلل القوة إلى مركبات، وراح نحلل هنا أيضا هذا الاتجاه يشير إلى الربع الأول، يعني X راح تكون موجبة وواي راح تكون أيضا موجبة بهذا الاتجاه. فش نسوي؟ FX هي عبارة عن 100 في 3 على 5 راح تعطينا 60، باعتبار يعني إذا افترضنا الزاوية حاليا إذا أخذنا الزاوية مع الواي، فالواي راح ياخذ الكوساين بينما الاكس راح ياخذ الساين، فالساين هو 3 على 5 والكوساين هو 4 على 5، فاذا اكس راح تكون بهذا الاتجاه وواي راح تكون باتجاه الاعلى. حصلنا تحليل القوى، حتى نحسب المومنت احنا نحتاج قوى ونحتاج ابعاد. كل اللي عندنا نصف قطر الدائره معطينا اياه 5. اي قوه تانجنت تكون متعامده مع نصف القطر، اي قوه تانجنت لدائره راح تكون متعامده مع نصف القطر. فإذا هذا ميله 4 إلى 3 راح يكون ميل نصف القطر هنا كنسبة 3 عمودي إلى 4 أفقي. زين إذا أردنا نعرف المسافة من هنا لهنا ايش قد؟ هسه من O إلى A هو نصف القطر اللي هو 5. نحتاج من هذا المكان إلى الـ O ايش قد؟ راح نجيبه من تشابه المثلثات.
باعتبار انه هذا المثلث اذا ميله نصف القطر قلنا كنسبه 3 عمودي الى 4 افقي، فاذا 3 4 5 من تشابه المثلثات راح يعطينا هذا البعد من هنا لهنا 4، ويعطينا البعد من الاعلى الى الاسفل يعني من نقطه التماس الى هذا المكان يعطينا 3 من تشابه المثلثات. فاذا بالنتيجه سيجما راح يكون سيجما ام هو عباره عن المركبه بالاتجاه اكس اللي راح تدور باتجاه عقرب الساعه، هاي باتجاه بهالشكل، فاذا الاقرب للمسار ان تدور بهالشكل دوران باتجاه عقرب الساعه راح اعطيه الاشاره موجبه 60 في 3، ايش قد البعد؟ قلنا لان البعد العمودي من هنا لهنا استنتجناه من نظريه فيثاغورس راح يكون او من تشابه المثلثات راح يكون هو عباره عن 3، اذا 600 في 3 زائدا 60 في 3 العفو زائدا المركبه واي هي عباره عن 80، شلون تدور حول النقطه اي؟ طبعا ما معقول تدور هيش، هذا معاكس لعقرب الساعه والمسار اطول، فاذا راح تدور باتجاه عقرب الساعه والبعد راح يكون من هذا المكان الى هنا اللي هو عباره عن من هنا 4 زائدا 5، فراح يعطينا 80 في حاصل الجمع ال 4 زائد 5 0. ما دام النتيجه موجبه اذا معناه فرضيتنا صحيحه باتجاه عقرب الساعه. هذا فيما يخص السؤال الاول. السؤال الاخر اللي هو سؤال 26 متكون من فرعين، خلينا نشوف ديتيرمن ذا مومنت اوف ذا فورس المطلوب يريد من عندنا ايش قد المومنت اللي سبب القوه 100 نسبه الى نقطه اي، هاي نقطه اي بهذا المكان. For each of the system shown in shown below، يعني هذا السيستم اللي قدامنا شلون نحسب المومنت؟ طبعا ما عندنا بعد عمودي، خط تاثير القوه راح يكون بهالشكل ما راح يمر بالنقطه، فاذا بالنتيجه لو مر بالنقطه كان قلنا قيمه المومنت صفر، لان احنا قلنا قبل شويه كل قوه تتقاطع مع النقطه لا تسبب عزم. فاذا راح نضطر ان نحلل القوه الى مركبتين، واحده موازيه للسطح بهالشكل والاخرى عموديه على السطح بهالشكل، عموديه على السطح بهالشكل، وين التحليل؟ التحليل صار في نقطة C، وحدة موازية للسطح بهالشكل ووحدة عمودية على السطح راح تكون بهالشكل اللي هي، فالموازية للسطح اللي هي البارالل تو ذا انكلايند بلين راح تكون هي عبارة، طبعا هنا يقلب الميل لأنه يعني العمودية على السطح راح تكون ميلها عكس هذا الميل، إذا هذا الميل إذا راح تاخذ الزاوية، يعني احنا قلنا هذا راح يكون الزاوية راح تكون باعتبار أنه هاي مستمرة فهو راح يكون ميلها راح يكون ميلها مع الواي، اذا هنا هاي الاربعه مع الاكس راح تكون الاربعه مع الواي، فاذا بالنتيجه راح يكون ميلها يعني يعكس فراح يصير كنسبه 3 الى 4 باعتبار انه هاي موازيه للسطح، فاذا بالنتيجه هاي الموازيه للسطح راح تاخذ نفس ميل السطح، كل القوى المتوازيه تمتلك نفس الميل، فاذا تمتلك نفس هذا الميل. راح تكون في 3 على 5 باعتبار احنا نتعامل مع الزاويه، الزاويه راح تصير هاي الزاويه اللي اشرنا عليها راح تصير مع الاحداثي المائل العمودي، فاذا راح تاخذ الكوساين، فاذا اف في راح تصير 600 في 4 على 5 راح تعطينا 80، بالنتيجه راح تكون المركبات بهذا الشكل. هسه حتى نحسب المومنت ورا ما تعلمنا التحليل، حتى نحسب المومنت باعتبار مركبتين سيجما حاصل الجمع الجبري للعزوم حول النقطه اي. نجي للقوة باتجاه اكس، هاي اللي بالاتجاه، نجي للقوة اللي باتجاه الواي اللي هي هنا، شلون تدور؟ راح تدور باتجاه عقرب الساعة، تدور باتجاه، ايش قد المسافة؟ المسافة من هنا لهنا اللي هي نص الثلاثة باعتبار سي هو السنتر مال المستطيل نص الثلاثة، فإذا البعد راح يكون من هنا لهنا 1.5، فإذا 80 في 1.5 راح يعطيني. أما الثانية اللي هي بالاتجاه راح تدور باتجاه معاكس لعقرب الساعة المسار، فنعطي لها إشارة سالبة وقيمتها 60. والبعد هو ايضا نص هذا المستطيل نص السته يعني 3، فاذا في 3 فراح تطلع عندنا الاشاره سالبه، الاشاره السالبه تعني الفرضيه مو باتجاه عقرب الساعه، قلنا نلغي الاشاره ونعكس الاتجاه فراح تعطينا 60 لكن الدوران معاكس لعقرب الساعه. هذا فيما يفصل الفرع الاول، اما الفرع الثاني عندنا قوه قيمتها 130 لها ميل كنسبه 5 الى 12. نريد نحسب ايش قد المومنت اللي سببه نسبة إلى نقطة أي، نسبة إلى نقطة أي. لو هذا المثلث 5 إلى 12 وهنا 12 إلى 5 كان ما عندنا مشكلة، رأسا نقول القوة 130 في 10 يعطينا المومنت حول النقطة أي والدوران باتجاه عقرب الساعة. لكن لكون الميل يختلف معناه أنه هذول غير متعامدين. لو الميل هنا 5 إلى 12 وهنا 12 إلى 5 قلنا اذا ميل العمود عكس ميل السطح اللي يشتغل عليه فاذا معناه متعامدين، لكن حاليا غير متعامدين، فاذا غير متعامدين اولا نحتاج الابعاد، لازم نحلل القوه الى مركباتها،
هذا الربع الرابع تحلل إلى X الموجبة وتحلل إلى Y السالبة، X الموجبة و Y السالبة. حتى نحللها راح تكون X الموجبة هي 130 في البعد 12 اللي هو باتجاه X على 13 راح تعطينا 120. أما إذا أردنا المركب الاتجاه الواي 130 في 5 على 13 راح تعطينا مركب الاتجاه الواي. هذا فيما يخص التحليل. أما الأبعاد من تشابه المثلثات 3 4 يعني معناه حسب نظرية فيثاغورس المثلث الصغير حصير 5. إذا هذا 5 بينما هذا المثلث الكبير يعني نعامل هذا المثلث مع المثلث الكبير. إذا من تشابه المثلثات إذا وتر المثلث الكبير 10 معناه أنه هذا البعد راح يصير 6 وهذا البعد راح يصير 8 باعتبار هو ضعف المثلث الصغير 3 4 5 بينما المثلث الكبير الوتر مالته 10 فإذا راح يكون هذا 6 وراح يكون هذا البعد 8. هسه من عرفنا الأبعاد نجي القوة باتجاه X سبب دوران باتجاه عقرب الساعة، فإذا 50 في 8 ما دام هي قوة باتجاه X يجب ما دام هي قوة سوري 50 نقصد بها القوة بالاتجاه Y 50 القوة اللي باتجاه Y 50 ما دام هي قوة بالاتجاه Y نحتاج البعد بالاتجاه X اللي هو ضعف الأربعة اللي هو 8 فإذا 50 في 8. أما إذا جينا للقوة بالاتجاه X أيضا تدور باتجاه عقرب الساعة دوران نطيل إشارة موجبة وقيمة القوة هي 120 وش قد البعد منها لهنا راح يكون ضعف الثلاثة اللي هو هذا البعد اللي هو 6 فأعطينا قيمة المومنت. طبعا هذا نقصد به 127 HW هو عبارة عن homework يجب أن يقدم من الطلاب homework عليكم أن تحلوه وتقدموه من خلال الكلاس. سؤال 28 أيضا السؤال متكون من فرعين، هذا هو سؤال 28 شو يريد من عندنا؟ يريد من عندنا نحسب المومنت اللي سبب القوة 260، هاي القوة 260 اللي موجودة بهذا المستوي XY ايش قد تسبب مومنت حول النقطة أي؟ حالتين لما أولا نحللها عند النقطة B واثنين لو نحللها عند النقطة C. طبعا وين ما نحلل على طول خط تأثير القوة لازم تخلوها ببالكم، وين ما نحلل على طول خط تأثير القوة المركبات تبقى نفسها كالمقدار واتجاه بس اللي تتغير هي النقطة، على طول خط تأثير القوة المركبات تبقى كما هي مقدارا واتجاها. هسه قيمة المومنت راح نثبت من خلال الحل، قيمة المومنت لو حللنا هنا نسبة إلى نقطة أي أو حللنا هنا نسبة إلى نقطة أي يفترض نفس القيمة كمقدار واتجاه أيضا كمقدار واتجاه. هسه ناخذ بالحالة الأولى لو حللنا هنا راح تعطينا X السالبة و Y السالبة لأن يعني هذا الاتجاه يشير إلى ربع الثالث، فبالربع الثالث X راح تكون سالبة و Y راح تكون سالبة. إذا أردنا نحلل نحتاج أن نعرف ميل هاي القوة، ميل منين نجيبه من الأبعاد؟ إيش قد متحركة باتجاه X 12 قد متحركة باتجاه الواي 5. إذا ميل هاي القوة كنسبة 5 عمودي إلى 12 أفقي، كنسبة 5 باتجاه واي إلى 12 باتجاه الأكس. فصار مثلث الميل معلوم، من صار مثلث الميل معلوم إذا نقدر نحلل. قيمة القوة قلنا أكس راح تكون بالاتجاه السالب وقيمته 260، ما دام البعد باتجاه الأكس 12 فإذا في 12 على 13 راح تعطينا 240. و260 في 5 على 13 راح تعطينا 100 هاي المركبه بالاتجاه واي. من عرفنا التحليل اذا حللنا هنا او حللنا هنا راح تكون نفس المركبات ونفس الاتجاهات. هسه اذا ردنا نحسب بالحاله الاولى ايش قد قيمه المومنت لو حللنا هنا، خلينا نشوف. اذا ايضا راح نقول سيجما حول النقطه اي حول النقطه اي راح نشوف القوه بالاتجاه اكس شلون تدور. هاي القوه هي بهالشكل شلون تدور حول النقطه اي؟ طبعا ما معقول ان تدور بهالاتجاه، هذا اتجاه عقرب الساعه يكون المسار طويل، فاقرب مسار راح يكون بهالشكل، هذا هو المسار، فالدوران معاكس لعقرب الساعه، لذلك راح نعطي الاشاره سالبه. ما دام هي قوه باتجاه اكس، ايش قد البعد بيناتهم؟ هو هذا البعد اللي بيناتهم اللي هو 2 باعتبار القوه تعمل على هذا الخط، اذا البعد من هنا راح يكون 2، اذا سالب 240 في 2. اما اذا جينا للقوه بالاتجاه واي اللي هي باتجاه الاسفل، ايضا الدوران راح يكون معاكس لعقرب الساعه، راح نعطي الاشاره سالبه، وقيمه المركبه هي 100، وايش قد البعد من هنا راح نضربه في اللي هو هذا البعد كله اللي هو 12 زائد 3 راح يعطينا 15، فالبعد من هالنقطة إلى نقطة الأي باتجاه الأكس راح يكون 15، فراح يعطينا إشارة سالبة سالب 1980، يعني معناه مو باتجاه عقرب الساعة، نلغي الإشارة ونعكس الاتجاه. زين إذا رحنا حللنا هنا عند النقطة سي، قلنا المركبات راح تكون قيمة إكس 240 وقيمة واي راح تكون 100، شنو اللي يصير؟ ذراع العزم يختلف لكن قيمة العزم النهائية راح تكون هي نفس قيمة العزم. فشوف إذا حللنا عند النقطة C شو راح يصير؟ المركبة X هنا إيش قد تبعد عن النقطة A باتجاه Y؟ راح تبعد عنها 7 اللي هو 5 زائد 2
راح يكون هذا البعد 7. فإذا والدوران أيضا معاكس لعقرب الساعة. من نجي للواي، الدوران أيضا معاكس لعقرب الساعة، نعطي له إشارة سالبة قيمتها 100. إيش قد البعد من سي إلى أي باتجاه الإكس؟ البعد هو عبارة عن 3. فإذا راح يعطينا سالب 1980. نلغي الإشارة ونعكس الاتجاه. فإذا بالنتيجة نستنتج إنه قيمة العزم على طول خط تأثير القوة وين ما نروح نحلل نسبة إلى نفس النقطة تبقى قيمة العزم كما هي مقدارا واتجاها. من المطالب الأخرى بالسؤال يقول by means of the principle of moments، يعني تطبيقا لمبدأ العزوم، determine the perpendicular distance from the force، إيش قد البعد العمودي من خط القوة إلى نقطة، يعني يريد إيش قد هاي المسافة اللي هي مسافة d، قلنا F تساوي F D، المومنت يساوي F D، إيش قد هذا البعد من هنا لهنا؟ وقلنا قبل شوية عزم المحصلة يساوي مجموع عزوم مركباته، فحتى نوصل إلى D نطبق القانون، عزم المحصلة يعني عزم القوة F اللي هو 260 في D، شو يساوي مجموع عزوم مركباته؟ من هو مجموع عزوم مركباته؟ إيش قد طلع عندنا؟ 1980، فبالنتيجة راح يعطينا D مقداره 7.61، يعني المسافة من القوة الى النقطه اي، هاي اللي هو نحسبها نعتبرها دي، هاي تساوي 7.61. طبعا سؤال 29 هوم وورك اللي هو مكمل لهذا السؤال، يريد لو مدينا القوه على امتدادها وتقاطعت ويا الواي ايش قد المسافه منها لهنا، ولو مدينا القوه على امتدادها وتقاطعت ويا الاكس ايش قد المسافه من نقطه تقاطعها الى نقطه اي. هذا مطلوب منكم ان تقدموه هوم وورك، ايضا تطبيقا للبرنسبل اوف مومنتس راح نقدر نوصل لها. سؤال 30 مطلوب من عندنا هذا اللي إذا نشوف نظام القوى اللي أمامنا اللي هو عبارة عن أربع قوى مسلطة على دائرة، determine the moment of the force system with respect to point O، نسبة إلى نقطة الأو، مرة الأولى نسبة إلى مركز الدائرة ومرة أخرى نسبة إلى نقطة واقع على محيط الدائرة. أي كل القوى المتماسة، كل القوى المتماسة هي متعامدة مع نصف القطر، متعامدة مع نصف القطر، يعني مار خط التعامد يكون مار بمركز الدائرة، مركز الدائرة. فإذا إذا مطلوب من عندنا أن نحسب المومنت with respect to the center of the circle لقوى تانجنت، مماس هاي تانجنت والأخرى تانجنت وهاي تانجنت، فبالنتيجة كل ما نقول القوة في البعد العمودي، فنجي إذا سيجما ام حول النقطة O راح يكون مساوي للآتي. نجي للقوة الأولى اللي هي هاي 10 متعامده، راسا القوه في البعد العمودي اف دي، ايش قد الدي هو نصف القطر اللي هو ايش قد اللي هو 5، فاذا 10 في 5 شلون تدور؟ دور باتجاه اقرب الساعه، لانه هذا الاقرب ما معقول له نرجع بالمسار الاطول. واذا جينا للقوه الثانيه هاي القوه 30 لا تسبب عزم، ليش؟ لانه خط تاثيره وين مار؟ خط تاثيره مار، وقلنا كل خط تاثير يتقاطع مع نقطه العزم لا تسبب عزم، فالقوه 30 لا تسبب عزم لانها متقاطعه مع نقطه التاثير. أما إذا جينا للعشرين أيضا الدوران باتجاه عقرب الساعة هو عبارة عن 20 في نصف القطر اللي هو 5، إذا جينا للعشرة اللي هنا أيضا الدوران باتجاه عقرب الساعة اللي هو 10 في نصف القطر، فبالنتيجة راح يعطينا مومنت مقداره 200 نيوتن سنتيمتر الدوران باتجاه عقرب الساعة. أما إذا أخذناها نسبة إلى نقطة أي فنحتاج أن نحلل لأن يعني نعرف الأبعاد، فلازم هاي القوة ما عندنا مشكلة بيها بس ذول لازم نحللهم إلى مركباته. فهاي القوة تشير إلى الربع الرابع تحلل إلى أكس الموجبة وواي السالبة، هنا أكس السالبة وواي السالبة لأن هذا ثالث، وهنا تحلل إلى أكس السالبة وواي الموجبة. تحليل القوى لو أخذنا القوة 10 مثلا هاي اللي موجودة في هذا المكان راح تحلل، شلون نجيب الزاوية؟ نقولنا ما دام متماسة إذا هنا نصف القطر يشكل زاوية 30 مع هذا اللي حاليا يشكل زاوية 30 مع الأفق، فإذا العمود راح يشكل زاوية مقدارها 30 مع العمود، راح تكون الزاوية هنا مع العمود، يعني اللي ياخذ الكوساين هو اللي بالاتجاه واي، بينما اللي ياخذ الساين اللي هو باتجاه اكس، فالزاوية راح تكون تصير مع العمود هنا، إذا هاي تاخذ الواي تاخذ الكوساين والأخرى تاخذ الساين. هذا بالنسبة للأولى، نفس الشيء راح يكون بالتحليل هنا. هنا إذا ميل نصف القطر هو 4 إلى 3 تصبح القوة ميلة كنسبة 3 إلى 4، كنسبة 3 إلى 4. وبالنتيجة راح يكون تحليلها بهذا الشكل، شوف القوة 20 كنسبة 3 إلى 4، فإذا اللي تاخذ الكوساين مال هاي الزاوية اللي يعني ناخذ البعد بالاتجاه راح يصير 20 في 3 على 5، بينما هنا اللي بعد بالاتجاه اكس راح يصير 20 في 4 على 5، فراح يكون المركبات بهذا الشكل. نحتاج بعد شنو؟ نحتاج وراء التحليل نحتاج الأبعاد،
ايش قد البعد من القوة الأفقية إلى نقطة أي، ايش قد البعد من القوة العمودية إلى نقطة أي، وهكذا بالنسبة لكل المركبات. فإذا نحسبها هنا، حتى نحسب هذا البعد باعتبار هذا البعد هو نصف القطر معلوم، يعني نصف القطر معلوم، حتى نحسب هذا البعد والزاوية 30 معلوم، فإذا نصف القطر معلوم تطبيقا لقانون الكوساين راح يطلع عندنا هذا، تطبيقا لقانون الساين راح يطلع عندنا هذا البعد اللي هو هنا معلوم، وهكذا بالنسبة لذولي ولهاي القوى نفس الأسلوب. إذا رحنا إلى هاي القوة عندنا مثلث الميل معلوم 4 إلى 3 و5، نريد نعرف ايش قد البعد منها لهنا. طبعا من تشابه المثلثات، لان المثلث وكانه مثلث الصغير والمثلث الكبير، لان هذا نصف القطر 5 وهذا الوتر مالته 5، اذا متطابقين، اذا هذا البعد راح يكون 3 اللي هو مثل هذا، وهذا البعد العمودي راح يكون 4. فحتى نحسب المومنت المركبه باتجاه اكس اللي هنا راح يكون بعدها اللي هو باتجاه الواي، بعدها منا لهنا معلوم راح تدور باتجاه عقرب الساعه، فاذا هي هاي المركبه في البعد 4.33. اما البعد القوه المركبه بالاتجاه اكس راح يكون دورانه باتجاه معاكس لعقرب الساعه، اذا اعطينا له اشاره سالبه. ايش قد البعد اذا المسافه منا لهنا بالحسابات عدد 2.5، المتبقي ايضا هو 2.5، فاذا 5 ناقص 2.5، وهكذا بالنسبه لهاي مركبتين اللي باتجاه الاكس تسبب دوران باتجاه عقرب الساعه، واللي باتجاه الواي تسبب دوران باتجاه عقرب الساعه. اللي باتجاه الاكس راح يكون البعد مالتهم منا لهنا 4 ونضيف لها 5 راح تصير عندنا 9، فاذا 16، والاخرى 12 في 3 اعتبار ان البعد راح يكون منا لهنا. فاذا كل ما هنالك راح يكون تطبيق للقوه في البعد العمودي ونوصل الى قيمه. الجزء الاخر من المحاضره مالتنا هو الكبلز، المزدوجات. الكبلز هو المزدوجات، ونقصد بالكبل consist of two forces. الكبل يتكون من قوتين which have equal magnitude اللي هي متساويه بالمقدار، متوازيه القوى، non-collinear يعني لا تعمل على نفس خط التأثير، كل واحدة إلى خط تأثير، يعني بينهما بعد، كل قوتين متساوي في المقدار، متوازية بينهما بعد، يعني مو تعمل على نفس خط التأثير، ومتعاكسة بالاتجاه. للكبل أيضا ثلاث خصائص، هي طبعا هو يشبه المومنت، يعني the couple إذا هناك قلنا F D اللي هو ال F هي القوة والدي هو البعد من القوة إلى النقطة، هنا الكبلز قوتين متساوي في المقدار، قيمة الكبل هو واحدة من القوى في البعد ما بين القوتين، في البعد ما بين القوتين. فإذا البروبرتيز مال في الكبل، أولا مقداره هو نفس مقدار العزم، يعني أيضا F D، والسلوب إذا موجود على السطح تأخذ عكس ميل السطح اللي تشتغل عليه، مثل ما قلنا شون يعني عكس ميل السطح اللي تشتغل عليه، والسينس أوف روتيشن تأخذ نفس الشيء، روتيشن يعني ممكن نقول باتجاه عقرب الساعة، ممكن نقول عكس عقرب الساعة، أو ممكن نعتمد قاعدة اليد اليمنى. مثلا هذا الكبل اللي عندنا حاليا، هذا الكبل اللي بالرسم two forces P P وبيناتهم بعد عمودي، بيناتهم بعد عمودي، فقيمة هذا الكبل واحدة من القوى ما دام القوتين متساوية بالمقدار، متعاكسة بالاتجاه، متوازية بينهما بعد عمودي، فإذا قيمة واحدة من القوى في البعد العمودي اللي بين القوتين D over 2 زائد D over 2 في D، فإذا معنى قيمة المومنت هو P في D. زين شلون نحدد الاتجاه؟ هنا قلنا نمسك المسار الاقرب، نبدا من راس القوه ونتحرك باتجاه ذيل القوه الثانيه. شلون الدوران راح يكون؟ راح يكون دوران باتجاه عقرب الساعه، حاليا دوران باتجاه عقرب الساعه. فاذا نقول عن هذا الكبل اللي هو ايضا هو عباره عن مومنت، ممكن نقوله نسبه الى المحور وممكن نقوله نسبه الى نقطه. فاذا بالنتيجه الدوران راح يكون حول المحور، باعتبار انه هذا المستوي هو اكس زد والمحاور العموديه هي واي، كنا يدور حول المحور واي، قيمة المومنت أو قيمة الكبل هي بي في البعد العمودي ما بين القوتين اللي هو الدي، في بي في الدي. إذا the moment of the couple باعتباره 3 وين ودي داخل المستوي يعطينا نفس القيمة، يعني قلنا 3 فاكتور مثل المومنت. إذا the moment of the couple is the same for all axes perpendicular to the plane، يعني إذا أخذنا قيمة هذا الكبل نسبة إلى المحور بي سي راح تعطينا بي في الدي، وهذا هو التطبيق له. وإذا أخذنا نسبة إلى الـ EF راح يعطينا أيضاً P في D. وين ما نحرك الكبل داخل هذا المستوي حول المحاور العمودية يعطينا نفس القيمة، وهذا هو الإثبات من خلال هذا التطبيق. إذن وين ما نوديه راح يعطينا نفس المقدار ونفس الاتجاه. أيضاً مثل ما قلنا بالمومنت ممكن نمثل الكبل بثلاث حالات، ممكن نمثل الكبل بقوتين متساوية في المقدار، متعاكسة في الاتجاه، متوازية بينهما بعد، يعني ممكن نمثله بهالشكل، هذا نقول عنه كبل.
وقيمة الكبل هو وحدة من القوى في البعد العمودي اللي بيناتهم اللي هو 18. شلون يدور؟ إن الدوران من رأس القوة إلى ذيل القوة الثانية، إحنا حالياً الدوران معاكس لعقرب الساعة. وممكن نمثله بهذا الشكل، نقول عنه مومنت M، والدوران أيضاً معاكس لعقرب الساعة، وقيمة هذا المومنت 5 في 18 اللي هي تعطينا 90. 5 في 18 تعطينا 90 اللي هو دوران معاكس لعقرب الساعة. وممكن نمثله بقاعدة اليد اليمنى، هنا للتوضيح يعني ممكن نمثله بقاعدة اليد اليمنى، فراح يعطينا فيكتور، تمثيله بالفيكتور راح يكون بهذا الشكل، وقيمة هذا المومنت هو عبارة عن 90 أيضاً اللي جاي من حاصل وحدة من القوى في البعد العمودي. فإذا ممكن نمثله بأسلوب القوى، ممكن نمثله بأسلوب الروتيشن، ممكن نمثله بأسلوب الفكتر الكبل. الترانسفورميشن اوف ا كبل، نقل المزدوج، قلنا المزدوج هو 3 نقل المزدوج. The transformation of a couple are operations اللي هي عمليات on the couple نجريها على الكبل that do not change any of its characteristics، بشرط أن لا تغير المقدار ولا الاتجاه، بشرط أن لا تغير. يعني ممكن ننقل الكبل من مكان إلى مكان داخل المستوي، نفره، نغير القيم مالته، بس بشرط أن ما نغير المقدار، يعني المقدار النهائي يبقى كما هو والاتجاه يبقى كما هو. مثلا الخاصية الأولى، the couple is rotated in its plane، يعني هذا هو عندنا البلين اللي هو XY، والقوى اللي موجودة اللي تمثل الكبل F1 و F2 متساوية في المقدار، بس للتوضيح قلنا F1 و F2 بس هي متساوية في المقدار. هذول حاليا يعملون باتجاه Y، وشلون دا يدورون والمسافة بيناتهم دي، شلون دا يدورون باتجاه حسب الوضعية من رأس القوة إلى ذيل القوة باتجاه عقرب الساعة. ممكن نحوله إلى قوة، كانت القوة باتجاه، ممكن نحوله إلى قوة باتجاه الأكس، شرط أن تبقى قيمة المومنت كما هي، بس القوة صارت باتجاه الأكس. إيش قد قيمة الوحدة من القوى اللي هي متساوية في المقدار؟ في البعد يعني. وشلون دا يدور؟ أيضا دا يدور باتجاه عقرب الساعة، حافظنا على المقدار، حافظنا على الاتجاه، إذا ممكن تدويره بنفس المستوى. خاصية ثانية، ممكن نقله من مكان إلى مكان آخر بالمستوى، ممكن نقله the couple is moved to a parallel position in the plane، ممكن نقله من مكان إلى مكان مع المحافظة على المقدار والاتجاه. فشوف نقلناه من هذا المكان إلى هذا المكان، إيش قد قيمته هنا؟ F D. إيش قد قيمته هنا؟ أيضا F D. إذا وشلون دا يدور؟ دا يدور باتجاه عقرب الساعة، هنا أيضا دا يدور باتجاه عقرب الساعة، إذا ممكن تحريك. الخاصية الثالثة، the couple is moved to a parallel plane، إذا تذكرون أول شكل عرضناه البوكس، ممكن نقله من مستوي إلى مستوي وازي إليه، ولا يجوز نقله إلى مستوي متعامد وياه. The couple is moved to a parallel plane، ممكن نقله من مستوي إلى مستوي حتى يبقى الدوران حول نفس المحور، ولا يجوز نقله من مستوي إلى مستوي متعامد. هذا بالسبيس واللي أنتم غير مطالبين به. فقرة أربعة، ممكن تغيير باعتبار أنه الكبل هو عبارة عن قيمة للقوة في قيمة للبعد، فممكن تغيير قيم القوى وقيم المسافات، قيم القوى وقيم المسافات، بشرط أن يبقى التأثير كما هو، تبقى القيمة النهائية مثل ما هي ويبقى روتيشن مثل ما هو. شوف هسه قيمة هذا الكبل اللي هنا 10 في 5 اللي هي 50، بس قيمة القوى ايش قد؟ 10، والمسافة ايش قد؟ 5. ممكن نغير قيم القوى، يعني نصغر القوى ونغير المسافات، نكبر المسافات، فصارت 5 في 10 ايضا 50. هذا هو نفس هذا الكبل، هذا الكبل هو نفسه 10 في 5 هو نفسه 5 في 10، والدوران ايضا هو نفس الدوران، فاذا دول اثنيناتهم متساوي. اذا ممكن تغيير قيم القوى، يعني تكبير قيم القوى او تصغيرها، والعمليه بالعكس، اذا صغرنا القوى نزيد المسافات، اذا قللنا المسافات نزيد القوى، بس والمحافظه على الاتجاه. اذا هاي خاصيه من خصائص الكبل. راح ناخذ سؤال تطبيق على هذا الموضوع 41. سؤال 41 من الكتاب، by using the transformation of a couple، باستخدامنا لنقل المزدوج، يقول مطلوب من عندنا replace the three couples، هذول three couples by one couple، نريد نغير نشيل لل three couples by one couple whose forces acting horizontally at A and B، نريد نشيل ذول الثلاثة نستبدلهم بcouple واحد يعملون القوى مالته بشكل أفقي في نقطة ال A وال B. طبعا هنا الترانسفورميشن، ما دام يقول لنا هذا باي يوزنج ذا ترانسفورميشن اوف كبل، علينا ان نلتزم بهذا المبدا، ننقل واحد واحد من المزدوجات. راح نبدي الحل بخطوات. الخطوه الاولى، راح ننقل هذا المزدوج الاول، هذا المزدوج الاول اللي ايش قد القوى مالته؟ 200 في 2، 200 في 2، شلون دا يدور؟ دا يدور باتجاه عقرب الساعه.
زين هذا ما دام المسافه هنا 2 وهنا 2 اذا نجيبه كما هو نقله لهنا جبناه كما هو لانه المسافات متساويه بالحالتين ننقله كما هو باعتبار سي يساوي اف دي فال 200 في 2 تساوي اف دي اللي هو الدي الجديده اللي هي 2 فاذا قيمه الاف راح تكون 200 فراح نجيب القوى ننزلها كما هي هذا بالخطوه الاولى فايش ظل عندنا نروح ننقل الكبل هسه الخطوه الاولى نقلنا الكبل رقم 1 خطوه ثانيه ننقل الكبل الثاني اللي هو الثاني اللي هو 100 في 3 هذا مطلوب عندنا بس ها شلون يدور باتجاه معاكس لعقرب الساعة حتى النقلة لازم نستخدم القاعدة C تساوي N اللي هو الكبل يساوي F D إيش قد قيم القوة كبل اللي موجود حاليا 100 في 3 أريد النقلة إلى مكان جديد ما نعرف قيمة القوة بس نعرف قيمة البعد الجديد اللي هو 2 فراح تطلع عندنا قيمة القوة 150 فراح نخلي قوتين متساوية متعاكسة متوازية قيمة كل واحدة منهم 150 بس شرطا شنو لازم تكون مثل ما كانت هنا الدوران معاكس لعقرب الساعه فصار عندنا ايضا هنا الدوران معاكس لعقرب الساعه ورا راح ننقل الكبل الثالث اللي هو هذا الكبل الثالث ايش قد قيمه القوى مالت الكبل الثالث 50 في 4 شو يساوي لنا اف في دي دي جديده ايش قد 2 فبالنتيجه راح تكون قيمه هاي القوه 100 فراح ننقل الكبل الثالث اللي هو 100 في 2 فصار كلهم نقلوا بشكل افقي نسوي جمع جبري نقول هذا الاتجاه موجب 200 ناقص 150 زائد 50 ناقصا 100 ناقص 50 اي بمعنى اخر راح يكون عندنا دوران معاكس لعقرب الساعه راح يكون عندنا قيمتين معاكس لعقرب الساعه اذا استبدلنا ال 3 كابلز باي 1 كابل والقوى مالته تعمل بشكل افقي عند النقطه اي وبي هذا نسميه ترانسفورميشن اوف كابلز نقلنا المزدوجات كلهم الى مكان واحد هسه مطلوب من عندنا ريسوليوشن اوف ا فورس انتو ا فورس اند ا كابل اذا تذكرون بالمحاضره الاولى قلنا لكون القوه هي عباره عن فيكتور كوانتيتي فعمليه نقل القوه من مكان الى مكان ما يعطينا بس قوه يعطينا قوه زائدا كابل يعطينا قوه زائدا كابل عمليه نقل القوه اذا resolution of a force into a force and a couple a force may be replaced by an equal parallel forces by an هذا هنا error by an equal يعني قوى متساوية وليس غير متساوية هنا اكو error بالطباعة by an equal يعني متساوية parallel forces قوى متوازية through any other point of the body and a couple يعني من ننقلها نخلي قوتها متساوية في المقدار بالنقطة المطلوب نقل لها خلي قوتها متساوية في المقدار متعاكسة في الاتجاه تمتلك نفس مقدار القوة الأصلية وتمتلك نفس خط تأثير القوة الأصلية This can be done by adding two equal collinear forces of opposite sense to a force system on a rigid body فإذا حتى نفهم هاي الوضعية إذا راح نرجع للسؤال عندنا replace the 600 newton force هاي 600 newton force مطلوب من عندنا ان نستبدله بقوه تعمل في نقطه اي وكبل متكون من تو فورسز الكبل طبعا متكون من تو فورسز القوى مالته تعمل بشكل عمودي واحده في نقطه البي واحده في نقطه السي مطلوب من عندنا ان ننقل هاي القوه 600 الى نقطه الاي وكبل متكون من تو فورسز تعمل بشكل عمودي واحده في نقطه البي وواحده في نقطه السي هذا السؤال شو نسوي احنا قلنا بيش حاله اول خطوه نسويها من قال لنا انقل القوه الى نقطه ننقل نفس هاي القوه نخليها بالنقطه المطلوب النقل اليها شوف خلينا قوتين متساويه في المقدار متعاكسه بالاتجاه تمتلك نفس الخط يعني نفس موازيه له وين جبناها خليناها بالنقطه المطلوبه فصار نتيجة عملية الوضع طبعا هاي حاصل الجمعي الجبري لهم صفر فقط للتوضيح هاي القوة مع هاي القوة شو السبب انه قوتين متساوية في المقدار هاي اللي اشرناهم الاشارة هنا متساوية في المقدار متعاكسة في الاتجاه متوازية لا تعمل نفس خط التأثير نون كولينير اذا هذول كبل اذا ذول القوى هم عبارة عن كبل وقيمة هذا الكبل ايش قد هي عبارة عن 600 في 8 اذا هذا الكبل الجديد هسه القوة نقلناها هاي نقلت من هذا المكان لهنا هسه هذا اللي ذول الاثنين سووا كبل قيمة هذا الكبل ايضا يساوي سي يساوي اف دي سي يساوي اف دي وقيمة هذا الكبل اللي هسه نقلناه 600 في 8
تساوي ان اف دي الجديده هي 6، بس اف الجديده ما نعرفها، فراح تظهر عندنا 800. فراح نشوف اذا نشيل هذا الكبل اللي هو 600 في 8 يساوي اف الدي، اف ما نعرفها، دي الجديده اللي هي 6، ونخلي قوتين عموديه، لان احنا قلنا من خصائص الكبل تدويره، خلي قوتين عموديه، بس بالشرط هذا شلون يدور الكبل؟ يدور باتجاه معاكس لعقرب الساعه، لازم هذا ايضا يدور بالاتجاه المعاكس لعقرب الساعه. فبالنتيجه صار عندنا قيمه هذا الكبل قوى مالته عموديه، فصار عمليه النقل، النقله 600 لهنانه، وتحول الكبل الى قوتين متعامده عموديه، العفو عموديه، كل واحده من العمودي تعمل في نقطه البي او سي، فصار عمليه، تمت عمليه النقل. بس السؤال اللي امامنا يقول ريبليس 1000 نيوتن فورس، هاي القوه 1000 نيوتن مطلوب من عندنا ان نستبدلها بقوه تعمل في نقطه الاي، and a couple whose forces act vertically، وكبل تتكون القوى مالته من قوى عموديه، واحده تعمل في نقطه البي واحده تعمل في نقطه السي. طبعا هنا ما عندنا البعد العمودي من خط القوه الى النقطه، ما دام ما عندنا البعد العمودي نضطر ان نحلل القوه الى مركبات. طبعا هاي من نحللها الى مركباتها، هذا الاتجاه يشير للربع الاول، راح تكون المركبه باتجاه الاكس الف في 4 على 5 تعطينا 800، والواي الف في 6 على 5، يعني هذا ثلاثة الف في 4 على 5 تعطينا 800، والواي الف في 3 على 5 تعطينا 600. عطتنا المركبات اللي هنا اللي هي كل واحده من عندهم، راح ننقل المركبات الى هنا. شلون ننقل؟ اذا قبل شويه نقلنا 600 خلينا قوتين متساوي في المقدار متعاكسه بالاتجاه، ننقل ال 800 وننقل ال 600، فراح يصير هذا النقل لل 800 خلينا قوتين متساوي في المقدار متعاكسه بالاتجاه، وهذا النقل لل 600 خلينا قوتين متساوي في المقدار متعاكسه بالاتجاه، ونجي نشوف من اللي يسبب كبل. فراح نشوف هاي ال 800 مع ال 800 يسبب كبل ويدور باتجاه عقرب الساعه، وهاي ال 600 مع هاي ال 600 يسبب كبل والدوران معاكس لعقرب الساعه. فنسوي حاصل جمع جبري للعزوم للكبلز، حاصل الجمع الجبري للكبلز، الاول يدور باتجاه عقرب الساعه 800 في 6، والثاني يدور عكس عقرب الساعه ناقص 600 في 3، ايش قد صار نتيجتهم؟ 3000. فنشيلهم ذولي ونخلي 3000 مكانهم، فايش راح يبقى عندنا اليوم؟ ذولي شالوا الكبل، فصار عندنا الشكل الثاني، الاول بهالشكل، الثاني صار عندنا قوتين مركبتين، هاي راح ارجعهم لاصلهم، اصلهم منه قوه 1000 نيوتن اللي هي 1000 نيوتن اللي هي ميله كنسبه 3 الى 4، وهذا الكبل ال 3000 علينا ان نرجعه الى قوى عموديه، واحده تعمل في بي واحده تعمل في سي، تطبيقا للقانون سي يساوي اف دي، دي معلوم اللي هو 6، فراح نبدي نحسب اف، راح نشوف قيمته 500، شرط ان يكون الدوران اللي ظهر عندنا هنا مع عقرب الساعه، لازم يكون هنا ايضا مع عقرب الساعه. بهالشكل تمت عمليه النقل، نقلنا القوه الف الى نقطه الاي والى كبل متكون القوى مالته واحده في نقطه بي واحده في نقطه سي. السؤال الاخير، مرات ما يقول لنا قلنا عمليه نقل القوه من مكان الى مكان تعطي قوه زائدا كبل، لكن في بعض المسائل يطلب من عندنا ان نستبدل نظام القوى كله بقوه. احنا قلنا عمليه النقل تعطينا قوه زائد كبل، نستبدل نظام القوى بقوه، هنا ما يحدد لنا نقاط، احنا ندور على النقطه اللي راح ننقلها. فمثلا by means of the transformation of a couple مطلوب من عندنا replace the two forces by a single force. هذولي هذا الشكل، هذا البيم اللي امامنا مسلطة عليه قوتين، واحدة قيمتها 90 واحدة قيمتها 40. حتى ايضا by transformation of a couple شو نسوي حتى ننقل؟ طبعا هنا حتى وان كان اكو اي couples راح نستفاد منها، راح ننقل، نختار احنا نقطة، ممكن ننقل الى نقطة الاي، ممكن ننقل الى نقطة البي، بالنتيجة هي نفسها. فراح شو نسوي؟ ننقل القوة اللي بنقطة البي، نخلي مع نقطة الاي نخلي قوتين متساوي في المقدار متعاكسة بالاتجاه، قيمة كل واحدة من عندهم 90. ايش سوينا؟ بالاضافة لهي 90 نريد ننقل، احنا نقلنا قوتين، خلينا قوتين متساوي في المقدار متعاكسة بالاتجاه بهذا الشكل. هسه هاي القوة مع هاي القوة سببت كبل، وقيمة هذا الكبل هو 90 في 8، شلون يدور؟ يدور باتجاه عقرب الساعة اللي هو هذا. ايش بقى من هنا من القوى؟ ايش بقى من حاصل الجمع الجبري للقوى؟ فصار حاصل الجمع الجبري للقوى 40 ناقصا 90 صار عندنا ناقص 50. فاذا قيمه الكبل هو اف دي اللي هو 90 في 8 اعطانا 720، والدوران باتجاه عقرب الساعه حسب القاعده، قلنا من راس القوه الى ذيل القوه الثانيه، في الدوران باتجاه عقرب الساعه.
أما حاصل الجمع الجبري ذول القوى المتبقية اللي هو 40 ناقص 90 طانا ناقص 50، يعني طانا 50 بتجالس، صار عندنا 50 بهذا الشكل. لكن مطلوب السؤال شنو؟ علينا أن نستبدل مو بقوة وكبر، نستبدل نظام القوى بقوة واحدة بس، قيمة القوة هاي شقد راح تكون؟ 50. فلازم نستحدث نتيجة وجود هذه القوة، لازم نستحدث كبل قد هذا الكبل يلغيه. زين، إذا هذا يدور باتجاه عقرب الساعة، علينا أن نتحرك من هاي القوة باتجاه اليسار، باتجاه اليمين سوري، إذا تحركنا باتجاه اليسار يعطينا دوران مع عقرب الساعة، فنتحرك باتجاه اليسار اليمين سوري، فنتحرك باتجاه اليمين بحيث ونخلي قوتيا على مسافة، ما نعرف ايش قد المسافة، راح نحسبها. خلي قوتيا متساوية في المقدار، متعاكسة بالاتجاه، موازية للقوة اللي عندنا، قيمة كل واحدة من عندهم 50. قيمة إذا C يساوي F D، إيش قد قيمة الكبل؟ 720، إحنا نريد نلغيه، يساوي إيش قد قيمة القوة؟ هالمرة القوة معلومة 50، بس المسافة ما معلومة. بس قلنا ليش نتحرك باتجاه اليمين؟ حتى نحصل على كبل معاكس لعقرب الساعة، حتى يلغي هذا الكبل، تبقى فدنا فقط قوة. فإذا بالنتيجة قيمة هذا الكبل راح تظهر عندنا D تساوي 14.4، وين؟ to the right من نقطة B إلى يمين نقطة B، نتحرك مسافة مقدارها 14، إحنا عندنا 8، إذا من نقطة B نتحرك 6.4، خلينا القوتين المتساوي. فإذا هذا ال 50 في ال 14.4 راح يعطينا 720 معاكس، وعندنا 720 مع واحد يلغي الثاني، إذا بالنتيجة نحصل على عملية النقل إنه القوة اللي لازم يكون تأثيرها نفس الشيء 50 نيوتن، بس تبعد عن نقطة B مسافة مقدارها 6.4. وبهذا الشكل كن قد حققنا المطلب السؤال اللي هو يريد من عندنا أن نحول نظام القوى إلى قوة واحدة، بهالشكل قدرنا نحقق. لهنا تنتهي المحاضرة الثانية الخاصة بالبيزك كونسبتس اللي هو تشابتر 1، وموضوعنا الآخر راح يكون بتشابتر 2 اللي هو ريزلتنت. أي سؤال أو استفسار إحنا حاضرين كلجنة مخصصة لتدريس مادة الميكانيك الهندسي، سواء عن طريق التليجرام أو عن طريق التليفون أو عن طريق الكلاس روم أو أي طريق آخر تجدوه مناسب بالنسبة لكم. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.